بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ عبد الناصر النعماني من هنا من هذا الفندق، فندق كونكورد في وسط العاصمة كوالالمبور، قريب من الأبراج وقريب من شارع العرب. هلا أخ عبد الناصر، كيف الحال؟ في البداية نود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. فالحمد لله استقبالهم كان جيد، بس في شوي ناحيه انا زينه، ناحيه اخوي استقبال اخوك بنتكلم معها، خليك عن نفسك اول يعني. نرجع لعنده. تقييمك استقبالهم معاك في المطار كيف كان؟ استقبال كان طيب، استقبال مع وجود اسمي على المطار، اعطونا بطايق كروت سلام، نقل من المطار الى الفندق كان طيب والحمد لله. اعطوك شريحتين؟ اعطوني شريحتين انا واولادي. الجولات السياحيه؟ الجولات السياحيه طيبه ممتازه، عن طريق الجدول، نظام الجدول، الرحلات، التوقيت، توقيت مناسب. الاستقبال في المطار، قصدي الاستقبال في اللهم صل على محمد، الصعوبات التي واجهتك؟ الصعوبات بعض الاوقات الاخيره في وقت الرحلات والحجوزات الباصات، الاستقبال للباصات، رحلات الباصات، هذه نفس المرحله اللي يعني خفيفه. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، شكرا لشركة الوصول وجزاكم الله خير، وصراحة سياراتكم ممتازة والحمد لله على كل حال. بإذن الله إن شاء الله ترجع إلى بلدك بالسلامة وتعاودها مرة أخرى إن شاء الله. آمين. عن طريق شركة المحيط لدينا فروع في إندونيسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا وكذلك في إندونيسيا. في أمان. السلام عليكم ورحمة الله.